الرحمن الرحيم، على بركة الله نكمل معكم محاضرة الرينال سيستم. نحاول خلال هذا الأسبوع إن شاء الله ننهي أغلب النقاط المطلوبة من المنهج ونكون مسيطرين. وعلى مود الوقت المتبقي أنا بنيتي أسوي لكم درس أسئلة وأجوبة اللي راح تجي مثل يعني على ناسق الأسئلة اللي راح أسأل بها بالامتحان. يعني أسألكم أسئلة وأجوبة وإحنا قاعدين بالصف، نكتبها ونجاوبها وبنفس الوقت تصير أيضا هي هم مراجعة وبنفس الوقت طريقة لمعرفة نوعية الأسئلة وكيفية الإجابة عليها. نبدأ على بركة الله محاضرتنا اليوم، ولو العدد اللي هسه يلا صار 60 بثلاثة، 63 أو 62، 61. موضوعنا هو الدايرتكس. الدايرتكس يعني المدررات، وهذا موضوع كلش مهم يعني ودارج في حياتنا اليومية لكثير من الناس بسبب الظروف المختلفة اللي يعيشها الناس والأمراض الكثيرة اللي يعانون من عندها أيضا، أغلبها مرتبطة مع الضغط والسكري وأمراض القلب، وبالتالي راح نحتاج إلى في بعض الحالات إلى المدررات لغرض controlling of الفلويدز، body fluids، على مود نرجع body fluids طبيعتها. هو شنو هي المدررات؟ المدررات البول هي يعني هي المادة اللي تزيد لنا من معدل الخروج يعني يورين اوتبوت. وشلون نكتم هذه؟ عن طريق انه تخفض لنا من معدل اعادة الامتصاص بالصوديوم. معناها ايش راح يصير يعني كنتيجة لذلك؟ يؤدي الى يسموها انكريز صوديوم اوتبوت، يعني يبدا خروج الصوديوم اوتبوت، وهذا بدوره يؤدي الى احداث الادرار وزياده انتاج او زياده خروج الماء، واللي يطلق عليه حاله يسمى بالبولي يوريا، زياده انتاج الماء او يسمى البول المتعدد بولي يوريا. تحدث هذه الحالة يعني البوليوريا في كثير من الحالات بشكل ثانويا يعني لعملية التثبيت انهبيشن تيوبولار صوديوم ريابزوربشن. ليش؟ لأن الصوديوم المتبقي بهذا التيوبيول راح تغير لنا من الأوزمولاريتي، وبالتالي راح تغير لنا من ووتر ريابزوربشن. فلذلك احنا يعني نسعى لانه نسيطر على هذا الموضوع من خلال يعني increasing rate of sodium reabsorption. زين، ايضا بسبب انه هذا renal tubular reabsorption many solutes مثل البوتاسيوم كلورايد مغنيسيوم كالسيوم، ايضا هذا يعتبر يعني يؤثر بشكل ثانوي على الصوديوم ري ابزوربشن. والعديد من هذه المدررات يعني تزيد لنا من الرينال اوتبوت، يعني الحقيقه يعني بشكل اضافي عن هذا اضافه الى الصوديوم ري ابزوربشن. وانتم مثل ما تعرفون يعني الرينال اوتبوت العفو المدررات هذني هي مرتبطه مع المواد اللي تكون مع المواد اللي صعبه الامتصاص، يعني او لا يكون اعاده الامتصاص مالها بشكل سهل من خلال الرينال تيوبيولز، او تتفلتر بكميات كبيره مثل من مثل اليوريا او مانيتول سكروز جلوكوز. شوف هذول، لذلك تشوف على سبيل المثال المرضى المصابين بالسكري عندهم اول حاله من يعني من الاعراض اللي يسموها عند الطبيب اللي راسا بوليوريا بوليدبسيا، يشرب مي هوايه ويبول هوايه تكرم. بسبب شنو؟ انه هاي المواد مثل الجلوكوز والسكروز وجماعتها تتفلتر بكميات كبيره وتخرج من خلال يعني رينال تيوبيول وتغير على الاوزمولاريتي. الحقيقه شلون تسوي زي هاي المواد بوجودها بالتيوبيول تزيد بشكل ملحوظ جدا تراكيز الاوزمولاريتي للمواد المذابه
زين لهذه المواد المذابة. زين وبالتالي هذه المواد يعني او الايونات، خلينا نسميها الايونات ايضا، مو بس المواد، ايونات الكلورايد، ايونات ايونات الجلوكوز، ايونات السكروز وغيرها، اللي شو راح تؤدي الى تقليل امتصاص، يعني decreasing reabsorption. زين وبالتالي راح يسبب الى ضخ كميات كبيره من البول، من يعني كميات كبيره من السائل، يعني يسموه tubular fluid ويا شو اسمه البول. زين ونعرف احنا انه الاوزموتيك بريشر لهذه المواد المذابه تؤدي بشكل كبير الى خفض نسبه تقليل امتصاص، اعاده امتصاص الماء، اعاده امتصاص الماء، يعني ووتر ري ابزوربشن. طيب معناه اذا سوري ما يسوي ري ابزوربشن، المي راح يبقى داخل التيوبيول، وبالتالي كميات كبيره من عنده راح تخرج مع اليورين. هذه هي الفكره وهذه هي الهدف من معرفه ما معنى الدايرتكس. ايضا هذا التاثير لمعظم هذه الدايرتكس على الرينال تيوبيول، على تاثيرها يعني على هذه الاملاح او المذيبات والماء، يعني راح تاخذ تاثير جانبي يستمر لعده ايام، يكون يعني يبدا ينحسر التاثير مالها، يتراجع الى 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 الى, إلى, إلى يقل شيئا بعد شيء. السبب بهذا انه 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 انا عندي راح تتفعل، يعني راح تتفعل كومبنسيتوري ميكانيزمز، مثل من الحقيقه الاكتيفيشن اوف اذر كومبنسيتوري ميكانيزم، هذني اللي احنا كنا حكينا عليها البارحه، عفوا الدرس الماضي على الاسبوع الماضي، على موضوع الكنترولينج مال الكترو سيلولر اكسترا سيلولر فلويد، تتذكرون قلنا الميكانيزم، هاي الميكانيزم يصيرها انهبيشن، واللي بالتالي ايش راح اسوي؟ راح يتقلل عندي الاكسترا سيلولر فلويد. زين مثل ما مثل البلاد بريشر، تتذكرون احنا قلنا البلاد بريشر يعمل اذا زاد راح يزيد لي الاكسترا سيلولر، بينما هنا راح يفعل تخفيضه. زين مما يؤدي الى تخفيض الجلوميرولر فلتريشن ريت وزياده الرنين، افراز الرنين. زين كل هذه الاستجابات، كل هذه الاستجابات مجتمعه شو تسوي؟ تلغي هذا التاثير المزمن، بمعنى انه خلال عده ايام راح يتراجع تاثير هذه الدايركتس. ما هو اليورين؟ اليورين الطبيعي والصحي عند الشخص الصحيح والطبيعي هو يعني السوائل اللي يخرجها الجسم بشكل طبيعي يوميا. حجمها وتكوينها يختلف من شخص الى اخر، ومن يوم الى اخر، ومن الميل عن الفيميل، اعتمادا على شنو؟ نوعية الغذاء، نوع الطعام، يعني نوع الطعام وكمية السوائل اللي يتناولها، او يعني اكو ناس تشرب سوائل كثيرة متعودة، اكو ناس لا ما تشرب وايد، خصوصا اثناء الطعام، بعد الطعام، قبل الطعام، هكذا. فاذا يعتمد هذا الحجم والتركيب والتكوين ماله على نوعية. هسه راح نشوف مثلا شنو اللي نقصد بهذا الموضوع، مو هسه باليوريا راح نشوفه. يعني اشخاص اللي يتناولون بروتين كثيرا، هذول البودي بيلدينج ياكلون لحم باليوم فد 4-5 كيلوات، هذا كله شو ينتج لي؟ اني ينتج لي يوريا، لانه يعني بامينو اسيد، وهسه راح نتكلم عليه من نوصل وقتها، بس هنا نحب ننطي هنت، نقول اليورين مالهم ذولا يكون بمركبات متختلف، يعني ليش بدنا نقول تختلف من شخص الى اخر. اليلو كالر للنورمال يورين مين يجيني؟ يجيني من نتيجه صبغه تسمى اليوروكروم، من اليورين يوروكروم، صبغه البول. هذا الكالر يعني ايضا يختلف اكوردنج تو اتس كونسنتريشن، يعني شنو اتس يختلف نسبه، يعني حسب تركيز هذه المادة. أنا ترى مدى أسجلها، خليني أرجع أسجل لكم هذا المتبقي، آسف جدا فاتنا التسجيل.
نعم بنتي هدى هدير. نعم هدير رافعة ايدك تفضلي. طبعا التسجيل متى يبدأ؟ يعني يبدو انه الانترنت شوية متعب، تعبان من البارحة. ايه اذا اليورين مثل ما ذكرنا بالشخص الصحيح الصحي وحجمه ومكونه وتركيبه يختلف من شخص الى اخر ومن يوم الى اخر، وذلك بسبب وحتى قلنا بالميل عن الفيميل بسبب نوعية الطعام وكمية السوائل التي يتناولها. والسبب في تلون اللون هذا الاصفر بسبب صبغة تسمى اليوروكروم، وهذه يعني الاختلاف باللون باليورين بالشكل الصحي يعني احنا نقول يعتمد على تركيز هذه الصبغة في تركيز هذه الصبغة في البول. البول اللي يمر فريشلي يعني اول ما يخرج البول ما لا يمتلك اي رائحة فوري، هذا اول ما يخرج، لكن اذا ينترك بعد فترة قليلة راح يعطينا يسموها امونيكال اودر يعني ريحه امونيا. السبب يعني ريحه امونيا ونشادر. السبب بذلك انه البكتيريا اللي موجوده طبيعيه في اليورين راح يصيرها تتحلل راسا وتتحول الى يوريا، من العفو تحلل لي اليوريا الموجوده الى امونيا. اذا الرائحه الامونيكال اودر سببها انه تسوي لي ديكومبوزيشن of urea to ammonia، تحلل اليوريا الى امونيا. ايضا يمكن السبيسيفيك جرافيتي يتراوح من، طبعا هذا بالهيلث اذا نتكلم، من 1:1 بالالف وواحد فارزة 0.40 بالالف. يعتمد على شنو هذا؟ على تراكيز المواد المذابه. هي عاده تكون تتراوح ما بين يعني 1.10 بالألف و1.25 بالألف، هذا الطبيعي مالتها. لذلك تشوفون يعني من يروح مختبر ياخذون يورين ويحللوه يخلوا بهذا الجهاز يقيسون السبيسيفيك جرافيتي عمود يعرفون متغيره لو ما متغيره، لان على موجبها نقدر نفتهم كثير من المعطيات. بالنسبه الى يعني استنادا الى التيرمز اوف بريشر، هاي الارقام ايش تعني؟ يعني من 1.10 الى 1.25 بالالف، يعني انه الضغط يتراوح، الضغط السائل الاوزمولاريتي مالتها بالنسبه حسب معطيات الضغط، يعني يكون تتراوح من 300 الى 1300، هاي الاوزمولاريتي اللي تلاحظوها تقع ضمن الرينج اللي احنا تكلمنا عليه اذا ردنا على الجراديانت ونحافظ على مالتنا الجراديانت. زين و according to the urine flow طبعا واستنادا الى جريان البول. في من يصير عندي امراض بالكدني، امراض يعني كثيره، ايش راح يصير عندي؟ becomes unable to alter concentration of urine to meet the need of the body. يعني معناها راح يصير عندي تغيرات بتراكيز المواد اللي موجوده في داخل اليورين اللي ما راح تكون ما راح تتطابق مع احتياجات الشكل الطبيعي، وبالتالي راح تتثبت عندي السبيسيفيك جرافيتي فيكست ات اباوت 1.110، يعني معناها بالحدود الدنيا الها ما تصعد عليها. يعني معناها which represents an osmolarity of about 300 ملي اوزمول اللي قلنا عليه ذيك هسه يعني استاذنا. The same as that of plasma، يعني حتى في يعني في حالة انه الشخص تطلع عنده هاي الكمية او هذا المقدار او هذا الرقم، يجب انه احنا ناخذ بنظر اعتبار انه هذا الرقم قد يكون يعني بيعطيني دلالة حتى في حالات المرضية تعطيني هذا الرقم وان كان مقارب الى البلازما.
الآن راح نتكلم على الدور أوف يوريا، رول أوف يوريا. إعادة امتصاص اليوريا، إعادة امتصاص اليوريا في الجسم من أقسام التوبيول، يعني في أقسام التوبيول مالنا، تحدث بشكل في معظم أقسام هاي شو اسمه الرينال تيوبيول أو تيوبيول سيجمنتس، أقسام هذا التوبيول. لكن اللي تحدث بالكولكتنج داكت تختلف من ناحية الري أبزوربشن إن أول أذر سيجمنتس، يعني معناها نركز إحنا في فهمنا على الأحداث أو الري أبزوربشن اللي يحدث بالكولكتنج داكت، لأنها تختلف عن بقية أقسام اليورين تيوبيول أو تيوبيولار سيجمنتس اللي تحدث فيها عملية الري أبزوربشن لليوريا. هذا السبب ليش؟ احنا 10 مئة مرة صار قلناه ونركز عليه، انه لانه اليوريا بيرمابيلتي اوف كولكتنج داكت از كنترولد باي ذا انتيدياريتك، يعني دور الانتيدياريتك هرمون فيها على هذا القسم او هذا الجزء او سيجمنت من الكيوب يول هو له دور كبير في هذا الموضوع، يخلي لي الري ابزوربشن لليوريا يختلف عن بقيه الاقسام، لانه هذا الانتيدياريت ما ياثر غير بس على هذا القسم بشكل ميلي. يعني بغياب هذا الهرمون، زين، في بغياب هذا الهرمون يعني الكولكتنج داكت ايش راح تصير اذا موجوده؟ تكون يعني هي امبيرميبل تو ووتر ان يوريا، مو تتذكرون قلنا بالكاركترستيك مالها، بينما بوجوده تزداد الـ 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 يعني ايش راح يصير؟ انكريز بورشن يعني انتاير بيرميبلتي عفوا اوف ووتر كولكتنج انكريز اند portion of the collecting that also show an increase in permeability of urea. أقسام الأخرى من الـ هذا السيجمنت collecting duct راح تكون permeable to urea greatly increasing urea reabsorption، وبالتالي تزداد بشكل كبير عملية يعني reabsorption إعادة امتصاص اليوريا. هسه هاي راح نتكلم عن قسم وش راح نشوف تاثيراتها. بالبروكسيمال تيوبيول 440% من اليوريا الفلتر يوريا از ري ابزوربت، معناها او على الرغم من انه 60 الى 80 او فلتر ووتر از ري ابزوربت، يصير ري ابزوربشن فلويد ليفينج ذا بروكسيمال هاز يوريا كونسنتريشن اباوت 2 تو 3 تايم يعني فولز ذان اوف بلازما، معناها تراكيز اليورا بالبروكسيمال هيك نحفظها 40% من الري ابزورب، زين، تكون الكونسنتريشن مالها ضعفين الى ثلاثه اضعاف عن البلازما في البروكسيمال تيوبيول، زين، بينما السن الاسندنج ليمب الصاعد اوف هنلي لوب اوف هنلي وبالديستال كونفوليوتد تتبع وراء الديستال كونفوليوتد والكورتيكال اند اوتر ميدولار سكشن اوف ذا كولكتنج داكت تكون يعني اونلي سبرانجلي بيرميبل تو يوريا، يعني شنو معناها؟ قليله النفاذيه الى اليوريا. لاحظوا القسم القبلس شنو وهذا القسم ثلاث اقسام او اربعه اقسام بها شو يكون، لذلك تركيزها يعني تركيزها في هذه الأجزاء يعني يزيد لليوريا في هذه الأجزاء من النفرون، زين. الأنتيدياريتك هرمون ايش راح يسوي؟ يمكن أن يجعل هذه الإنر ميديولاري كولكتنج داكت قابلة للنفاذ، هنا كانت ما تشتغل هسه قلنا عليها، لكن اجى الأنتيدياريتك صارت قابلة أو بيرميبل لليوريا، وبالتالي اليوريا راح تديفيوز باك انتو ذا انترستيشيوم، زين، بحيث انه دور اليوريا مهم بالانترستيشيوم لانه تمثل نصف الاوزمولاريتي مالت الانترستيشيوم مسؤوله عنها اليوريا، then transported back into the descending limb of the loop of Henle comprising the recirculation of urea. يعني تصير مثل عمليه اعاده تدوير، هذا الصاعد يزداد عمليه الري ابزوربشن، تخرج الى الخارج، تدخل مره ثانيه بالنازل وترد تفوت تمشي تصعد بالصاعد تطلع تدخل بالنازل تدخل
توصل للنازل تدخل، وهكذا يصير يسموها recirculation of urea. recirculation of urea. في اللوب اوف هنلي، باللوب اوف هنلي هذا السلورة يكون يعني نوعا ما هي permeable to urea. بالبروكسيمال قلنا عليها قبل قليل شفتوها، بالبروكسيمال قلنا بالبروكسيمال شو يصير؟ 10 4 يعني تكون اليوريا 40% ري ابزورب، بينما هنا يعني تكون سموات يسموها بيرمي ابل تو يوريا. والزياده العاليه بالتراكيز في الانترستيشال فلويد يعني يسبب في دخول جزء من اليوريا الى داخل تجويف اللوب اوف هنلي، يعني تنتقل، وهذه اليوريا تحمل بالميديولري، تحمل عن طريق او تنقل داخل الميديولري كولكتنج داكت بحيث يصير لها ديفيوز مره اخرى في الانترستيشيوم، مثل عمليه الريسايكلينج اللي قبل اللي ذكرناها قبل قليل. At the distal tubule، هسه بالديستال تيوبيول and cortical segment of the collecting duct. شو يسوي؟ low permeability of urea as water is reabsorbed ويوريا become concentrated in lumen. راح تكون تراكيزها عاليه في داخل التجويف مالت هذه الاقسام من التيوبيول، الديستال والكورتيكال سيجمنت. بينما بالميديولاري collecting duct permeable to urea as water is reabsorbed the urea remain in the duct become progressively more concentrated which therefore diffuses out of the lumen into the interstitium in according with its concentration gradient. يعني واضحه ما يحتاج، ذكرناها اكثر من مره انه تكون يعني هذا القسم يكون بيرميابل لليوريا، وبما انه اعاده امتصاص الماء فاليوريا المتبقيه بهذا الدكت راح يصيرها تكون تتركز يعني ينسحب الماء، وبالتالي راح يصيرها انتشار من اللومن الى الانترستيشيال، وبالتالي يسوي لها يعني بسبب القانون اللي قلنا عليه انه الزياده انتقال حسب التراكيز من منطقه ذات التراكيز العاليه لمناطق ذات التراكيز الواطئه. النت افكت لهذه الخطوات كلها زين اللي ذكرناها قبل از ذا ري سيركولر اور تراب يوريا ان ذا رينال ميديولا رايزنج ذا اوزموتيك اكتيفيتي اوف انترستيجيال فلويد. اذا كل هدفنا من هذا الموضوع هو ان نسوي لها ريسايكلينج علما لليوريا على مود نرفع من الاوزموتيك اكتيفيتي بالانترستيشيال فلويد زين، اللي تمثل مثل ما قلت لكم اليوريا تمثل 50 نصف اكثر من نصف تقريبا من الاوزمولاريتي بالانترستيشيوم، ويتكفل الصوديوم كلورايد بالنسبه الباقيه. اذا نسبه الاوزمولاريتي تعتمد بشكل اساسي على ثلاث عناصر يوريا صوديوم كلورايد، 50% تقريبا لليوريا و50% للصوديوم كلورايد. ملاحظات، ثلاثه ملاحظات ننتبه لها ونكمل يعني نفتهم موضوع دور اليوريا وياها. اولا انه يعني مو كل اليوريا يتم اعاده امتصاصها او حبسها او ريسيركلينج، خلينا نقول هالشيء. ليش؟ لانه معظم اقسامها النفرون is slightly permeable، قلنا اغلب اقسامه هو slightly permeable، بينما القسم الاخير هم permeable ويجي له انت دارتك يلا هو يسوي لي اياها. لذلك يوريا كونسنتريت تيوبولر فلويد از ووتر از ريابزورب، من يعني يصير البقيه وبنفس الوقت اكو ريابزورب الووتر، فشي يصير تزداد النسبه مالتها. لذلك تصبح النسبة عالية في الكونسنتريت يعني مال اليوريا في داخل اليورين، لان يصير لي ابزوربشن وهي تكون بورلي ري ابزورب. الملاحظة الثانية ديورنج ا ووتر دايوريسيس، يعني ووتر دايوريسيس وين ا لارج او شنو يعني من تنفرز كميات كبيرة من البول المخفف، اليوريا اكيد راح does not become concentrated. ليش؟
لانه الفلويد ان ذا كولكتنج داكت باس ثرو ذا رينال ميدولا سو ذات ماتش يوريا ديفيوزز انتو ذا انترستيشيوم، يعني تنهزم تهرب خلينا نسميها قبل ما تخرج بهذه الكميات الكبيره من البول المخفف، من توصل الى الرينال ميدولا ويصير لها ديفيوزز او بالضبط الى الانترستيشيوم. هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي اوزمولاريتي، احنا مو قلنا نحافظ عليه لازم تقريبا جسمه 300، راح تزيد لي اياها لل 600 لانه صار عندي وتحديدا بهذا القسم انا احتاج، تتذكرون قلنا الجراديانت نحتاج الى ان يكون ثابت عندي 300 800 1400 1200 من ضمنها يعني جزء منها 60 بعدين 600 بعدين 800. الثالث الشيء الاخر الثالث انه المرضى او اللي يتبعون بعض الاشخاص خلينا نقول يعتمدون في حميه غذائيه تعتمد على البروتين، يعني راح يصير لهم ضعف او تقيد في القدره على تكوين بول مركز. زين ليش؟ الحقيقه يعني الحقيقه في ذلك يعني تتبين لنا الدور الاساسي لها اليوريا in contributing to urine concentrating ability، وهي كشاهد واثبات بانه الناس اللي يعني يتغذون على هاي بروتين دايت مثل اللي قلت لكم عليهم ذول جماعه البادي بيلدينج يخرجون كميات كبيره من اليوريا از نيتروجينوس ويست برودكت باليورين مالتهم، وكان كونسنتريت ذير يورين ماتش بيتر ذان بيبل هو هوز بروتين انتيك اند يوريا برودكشن ار لو. وهذول يعني عاده ما يكون يستطيعون ان يكونون يعني بول مركز اكثر من بقيه الاشخاص اللي يعتمد عليهم، يعني يكون اكلهم فقير او قليل من البروتين واليوريا مكونات اليوريا. التاثيرات اللي قلنا عليها قبل شويه مال بالبروكسيمال وبالتيوبيول هذين الافكتس هذين الاثنين شو تسوي؟ راح تسوي لي بنفس الوقت الكونسنتريشن او تراكيز الكابيلاري بلاد الاوزمولاريتي بالكابيلاري بلاد راح ترتفع عن الى وان تصل الى الحدود العليا مالها بحدود ال 1200 ملي اوزمولار ات ذا تيب اوف فازاركتا، يعني في حافة الفازاركتا. Then as blood flow back through the ascending limb of vasarecta, all extra sodium chloride and urea start to diffuse back out of the blood into the interstitial. يعني هذا هنا احنا نريد نقول لكم هاي المحافظة على الاوزمولاريتي مال الانترستيشال شلون تتم وهذا الجراديانت قبل شوية صارت 600 هسه بالتب مالتها صارت 1200 لانه شكلت الصوديوم كلورايد مع اليوريا صار لها نسبها عاليه بالانترستيشيا. زين لذلك مع تقدم الوقت ويعني جريان الدم يبدا بمغادره الميدولا تبدا الاوزمولاريتي سلايتلي جريتر ذان اوف ذا بلاد ذات هاد انيشالي انتر ذا فازاركتا، يعني يختلف اوزمولاريتي يكون سلايتلي جريتر العفو اكبر اكثر بكم بقليل من الدم اللي يعني يدخل الى الفازاركتا، ونتيجه لذلك blood flowing through the vasaracta carry only minute amount، يعني ايضا حتى البلاد في هذه العمليه ما راح يقدر يعني يحمل كميات الا كميات قليله جدا ودقيقه minute يعني يسموها دقيقه جدا of the medullary interstitial solutes away from the medulla، ما ياخذ من هذه المواد اللي موجوده لذلك تبقى محافظه على الاوزمولاريتي. هذا الحكي اللي حكيناه لو انباع على هذا الرسم يشرح لنا كله. هذا اللي على جهه اليمين فازاركتا باعوها هي طبعا مطابقه لهاي، طبعا احنا فاصليها بس انها وحده بصف اللخ. مثل ما ذكرت لكم بالدرس النظري شوفتكم اذا نحط اصبعنا في واحد بصف اللخ. زين؟ ده لو تلاحظون على البرتقالي هو يخص اليوريا، هذا اللي احنا سميناه الريسايكلينج. طبعا هاي بهالحاله هنا موجوده فتخيلوا يعني تخرج منا هاي اليوريا منا تخرج هي يوريا تدخل هنا مباشره باعتبار هذا بصفها وبمجرد ما تعبر التب مالت الليب اوف هنلي ترد تخرج مره ثانيه من تدخل مره ثانيه راح ترجع الى التيوبيول ثم وهكذا تصير لها تخرج وترجع مره ثانيه ويصير لها ري سيركلينج. زين
احنا نقف هنا اليوم عند هذا الحد، ما اريد نمشي اكثر من هذا. راح انزل لكم رابط الحضور، يعني رجاء 5 دقائق، لانه انتم قليلين.